بدنا يرحل هالمستوطن هذا اللي زرعون لنا اياه، وهي خطة مش من اليوم، من 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 بداية احتلال 67 وهم تدريجيا بيخدموا في الأراضي اللي هي يعني بيعتبروها يعني في نظرهم انها بعيدة عن 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 المساكن العرب، وبقول لك انه انتم مش معمرينها. احنا بالعكس، احنا كان ابائنا والاجيال اللي كانوا كل متر مربع يحفروه في الفاس ويزرعوا فيه قمح وشعير وزيتون وكل شيء يزرعوا، بس انه سياسة الاستيطان اجبرت الناس تبتعد عن الارض، والمستوطنين انت شايف كيف. عليهم رجع عليهم. يلا يا جاع. خلص مع النار بتروح. خلص. بس عاد يا جاع.